حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد. تواصل دبي ريادتها في بناء نموذج وقفي سباق يوفر المقومات والحوافز والتسهيلات لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، بما يحقق أثرا إيجابيا مستداما للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة. واليوم نستعد بمناقشة موضوع ريادة الأوقاف مع ضيفتنا زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي للاستشارات الوقف والهبة التابعة لمؤسسة الأوقاف وإدارة الأموال وإدارة أموال القصر في دبي. مرحبا بك في برنامج مسا دبي. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وسعيدة بوجود اليوم في قناة. شكرا لجنة البيئة دعوتنا أكيد في مسا دبي. وكان يتكلم وليد في المقدمة ويقول الوقف المبتكر، يمكن مصطلح مبتكر علينا ونحن نعرف الوقف ودرسناه في المدرسة شو تعرف الوقف، لكن إذا اليوم تخبرين أختي زينب ونخبر المشاهدين شو نقصد بالوقف المبتكر. أختي سماح، الوقف المبتكر عموما الوقف سبب من سمات المجتمع الإسلامي، ومن أبرز الأنظمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الوقف المبتكر نموذج وضع مركز محمد بن راشد العالمي للوقف لإتاحة الوقف لجميع أفراد المجتمع والمؤسسات بغض النظر حجمها صغيرة كبيرة متوسطة، ولا يقتصر الوقف على أصحاب الثروات الكبيرة. في المركز الحمد لله قدرنا نوجد أوقاف مبتكرة يعني سهلت على الجميع في المساهمة الوقفية، مثل عدة أوقاف مبتكرة، وقف طاولة في مطعم، وقف الفنادق، وقف المحاماة، وقف الطب. فهذه الأوقاف كلها تعتبر أوقاف مبتكرة تدعم العمل الإنساني. جميل. إذا تحدثينا عن التطورات والإنجازات اللي حققتها دبي في مجال إطلاق الأوقاف المبتكرة. الأوقاف المبتكرة شجعت الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب كذلك في المساهمة في الأوقاف لدعم العمل الإنساني. فمثل ما تعرف دبي فيها وايد مشاريع، وايد استثمارات، فلكل فئة من هاي الفئات خصصنا مبادرة. مثلا في فئة المطاعم أطلقنا وقف المطاعم، في فئة العقارات أطلقنا وقف المطورين العقاريين، في فئة الكافيهات أطلقنا وقف الكافيهات. فهاي المشاريع بايد ساهمت أنها تشجع المستثمرين وأفراد المجتمع بالمساهمة في الأوقاف. بمعنى أن مثلا الإعلان عن مثلا مطعم يكون وقف، فنحن كأفراد المجتمع شو ما كانت إمكانياتنا المادية نقدر نساهم بجزء معين في بنا هذا المطعم مثلا، وريع يكون وقف للأعمال الخيرية. صحيح، عشان بس الصورة تكون واضحة للمشاهدين. بعد عندكم أحد الوقف المبتكر اللي هو صكوك الوقف، اللي تخبرينا عن آلية عمل هاي المبادرة. صك الوقف أختي سماح عبارة عن وقف المال أو وقف النقد احنا نسميه، وهو يا إما يكون دائم أو مؤقت على حسب رغبة المتبرع، ومدة الوقف اختيارية، إما تكون سنة أو 3 أو 5 سنوات. في المدة هاي يتم استثمار الأموال استثمار آمن، والأرباح تنصب في مشاريع وقفية يختارها المتبرع. جميل. بعد انتهاء مدة الوقف رأس المال بالكامل يرجع للمتبرع. المبادرة هاي سويناها لتشجيع أصحاب الشركات، حتى أصحاب المشاريع الصغيرة، حتى الأفراد اللي عندهم مثلا نقد أو عندها كاش وفي فترة طويلة ما راح يستغل النقد هذا، يقدر يدخل فيها في صكوك الوقف، بيكون ساهم في بناء أوقاف ونفس الوقت فلوسه راح ترجع له. جميل جدا. إذا نظل في موضوع الأوقاف المبتكرة، شو دورها الأوقاف المبتكرة في دعم البحث العلمي وقطاع التعليم؟ نعم، واحدة من أهم القطاعات اللي تدعمها الأوقاف في دبي اللي هو قطاع التعليم وكذلك البحث العلمي. ففي مجال التعليم أطلقنا الكثير من المبادرات، مثل تقديم المنح الجامعية لطلبة الثانوي العام المتفوقين أصحاب الدخل المحدود، توفير حصص مجانية دراسية لرفع المستوى الدراسي للمتدنين دراسيا، اللي نسويها مثل دروس التقوية نقدمها مجانيا للطلبة المدارس. تكون كبيزات ولا لا فري، نتعاون فيها مع المتبرع، يعني هو كأنه يتبرع يدفع أجرة المعلم، صح؟ هاي طريقة. والطريقة الثانية نتعاقد مع جهة تقدم هاي الحصص بس تقدمها فري، وفي المقابل منها علامة دبي الوقف أنه هو ساهم وله بصمة في مجال العمل الوقف المبتكر.
أما في مجال البحث العلمي تم إطلاق أول وقف في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض في جائحة كوفيد والريع. الوقف هذا راح ينصرف على إعداد دراسات وبحوث في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض. في منطقة الخوانيج الثانية بالتحديد نشوف في مكان مصور ومكتوب عليه مول تجاري وأوقاف دبي. صحيح. يعني أنا كان يوم بدأ يعني يوم شفته قلت مول تجاري وأوقاف دبي، عقب يعني فعلا أدركت أن ريع هذا المول بيروح للأعمال الخيرية. صحيح. فهل هذا يعتبر نوع من أنواع الأوقاف المبتكرة حاليا؟ نعم. أختي سمح، سابقا لو تذكرين الوقف كان مقتصر بس على عقار، إنه يعني صح. واحد مثلا عنده بيت بناية ولا مسيد. هي. الحين لا، الحين الواحد اللي عنده مثلا مطعم، اللي عنده حتى سيارات أجرة يقدر يوقفها، مجوهرات حتى الوحدة تقدر توقف ذهبها حق اللي مال الحريم اللي بيعصم ما عنده ذهب مثلا. جميل. بس ويرد لها الذهب نفس الوقت. فعشان شيء الأوقاف المبتكرة ساهمت يعني في توفير يعني طريق سهل وسلس للناس الأفراد. تنوعت يعني مصادر الوقف. صحيح. ما صارت هيك التقليدية فعلا. زين، إلى أي مدى ساهمت طبعا الأوقاف في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع؟ من خلال المبادرات هاي اللي نطلقها أخويا في مجال التطور العقاري، في مجال العقارات، في مجال الأسهم، حتى في وقف الأسهم النقدية اللي مسويناها مع سوق دبي ماي في سوق وضبي. فتعدد المشاريع وتنوعها ساهمت كثير في تعزيز المسؤولية المجتمعية لأفراد المجتمع، وأن تكون لهم بصمة في العمل الإنساني والوقفي. حتى يمكن هذا التنوع في أنواع الأوقاف بعد عزز قيمة الوقف ونوعية الوقف، بحيث أنه مثل ما ذكرت يا أختي زينب صار الوقف في مجالات متعددة. صحيح. ومجالات مختلفة، ومثلا الإنسان اللي يقول لك أنا على قد حالي أنا ما أقدر أشارك في وقف، لو حين ما في حد يقدر يقول أنا على قد حالي، لأنه بأقل القليل يقدر سبحان الله يكون له أجر في. صحيح. وقف معين. صحيح. حتى أطلقنا أول وقف راح ينبني من خلال الملابس المستعملة، يعني حتى اللي ما عنده كاش حتى من ملابسك المستعملة تقدر تبني فيها وقف. وقف. نعم. غير الصدقة. هي غير الصدقة. نعم. يعني ملابس المستعملة يأخذونها من عندك ويسوون إعادة تدوير وتنباع. ريع الملابس هاي المستعملة ننشأ فيها أوقاف. سبحان الله. يعني. حتى الواحد يقدر يتبرع يعني ويساهم مثل ما تفضلتي سماح، يعني اللي مثلا عنده إمكانية ما عنده إمكانيات مثلا كبيرة أن يوقف مثلا أرض ولا بيت ولا بناية، أنه يساهم في مشاريعكم، سواء بناء مدارس أو بناء مثل بنايات وكذا، حتى لو يساهم بأقل القليل بمبالغ، سبحان الله هاي المبالغ تتم يعني وقف يعني له طول عمره. صحيح. صحيح. يعني والمبادرات هاي وايد عززت من مفهوم التكافل الاجتماعي ورسخت مفهوم الوقف، يعني حتى يعني وصار مفهوم الوقف متداول في أفراد المجتمع. يعني لو نرجع مثلا 5 سنوات 10 سنوات يمكن الوقف يعني مصطلح الوقف ما كان متداول، كان محدود بعد. صحيح. وخاصة بعد إطلاق الشيخ محمد الله يحفظه وقف المليار وجبة، وقف الأم، وايد ساهم في مجال نشر ثقافة الوقف. أنت أستاذة زينب تعتبرين ما شاء الله أول إماراتية تدير الأوقاف المبتكرة لدعم العمل الإنساني، لو تخبرين عن أفاقك المستقبلية، خطتك المستقبلية في هذا المجال. نطلع أختي سماح في المركز الإطلاق نظام يرصد أبرز الحاجات اللي ممكن نلبيها من خلال الأوقاف الهبات في الوطن العربي. من خلال النظام هذا راح ننشأ مؤشر سنوي لحالات الأوقاف ومدى حاجتها في مجال خدمة الوطن العربي. إن شاء الله بنشتغل على هالنظام، وهذا إن شاء الله تطلع يعني باله جهد، وراح يكون من أهم الإنجازات اللي راح نقدمها في مركز محمد براشد. طيب إذا مثلا شخص اليوم يبغى يوقف عنده أرض في مكان، مثلا المكان هذا يعني فرضا أن به الخدمات بتوصل مثلا إلى الأرض بعد 5 سنوات 10 سنوات، هل يقدر يعني يوقف الأرض لكم؟ نعم يقدر يوقف الأرض حتى لو ما كانت فيها خدمة، بس يوقفها. يعني إذا ما فيها خدمة هو ليش، وشو الغرض من الوقفة، هو ليش يبغى يوقفها؟ يعني
هل أنا أسألك وليش يبغى يوقف؟ هل يعني خلاص يخليها كذا لله يعني؟ أكيد وقف. أكيد أكيد يعني الوقف متاح حتى سواء أرض سواء شقة عند بناية بس يبغى يوقف شقة فالوقف متاح يعني بالعكس حتى لو ما عنده حتى إنه يقدر يبني الأرض نحن من الأوقاف نقدر ندعمه في بناء الأرض هاي. بس ما يقدر يوقف الأرض لفترة صح لأن إذا بيتم عمل بناء عليها ما يقدر يسترجع الأرض. يعني وقف الأرض لازم يكون خلاص. إيه خلاص هاي وقف مؤبد. إيه. وراح نبنيها من أموال وقفية. في رسالة. يعني إذا ما بنوا الحين سمح يمكن يبنون بعد 10 سنة. صحيح. بعد 20 سنة لكن النية موجودة. إيه لا لأنه مثلاً ما يقول أنا بعطيكم الأرض 5 سنين ما بيقدر يسترجع الأرض. هاي يبغى تاجر ما يبغى وقف. يبغى الأرض مبنية. فعلا صح. هي علاقة متبادلة بينه وبين المتبرع يعني في متبرع يعني يقول نحن عندنا كاش بس ما عندنا أراضي نحن نوفرهم الأراضي في وفي العكس عندهم أراضي بس ما عندهم كاش نحن نوفرهم الكاش. جميل جدا يعني نحن نتمنى لكم التوفيق في مسيرتكم الوقفية يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكيد أنكم سهلتوا على ناس موضوع الوقف بطرق مبتكرة أكيد وسهلة ويسرى. قواك الله أستاذة طبعا زينب. أو قبل أختم وياك في رسالة تحبين توجهينها للمشاهدين؟ أحب أقول لهم أن مركز محمد براشد له العديد من المبادرات وإذا أحد حاب يطلق مبادرة جديدة وعنده فكرة في مجال الوقف نحن نرحب بالفكرة وبيبانا مفتوحة ووسائل تواصل المركز 24 ساعة شغالة فأي فكرة جديدة أي مبادرة جديدة حابين يطلقونها في مجال الوقف المبتكر والعمل الإنساني نحن نرحب بالأفكار هاي. الأستاذة زينب جمعة تميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابعة لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي شكرا جزيلا لك. قواكم الله أختي زينب.